اليوم راح نتابع محطاتنا وراح يكون معنا غسان وضيفته بصعب كتير. غسان صباح الخير. صباح النور غيدة. اليوم ضيفتك فعلا رح تعبر عن موضوع يعني كتير هيك كتير صعب لحد يتقبله او عقل حيال عقل يتقبله لما شخص بيكون فعلا هالقد مبدع وهالقد عنده صعوبات انه يندمج بالمجتمع، خاصة لما بيشوف الفرق الكبير بين مجتمع فعلا افريقي ومجتمع لبناني. هذا شيء اليوم نحن بتسرنا كتير انه وجوده معنا. فعلا انا فرحة كتير كبيرة اليوم، الفرحة مزدوجة غيدة فيك بضيفتك. تسلم تسلم. صار زمان انا وغسان ما كنا مع بعض. ايه صح. وبدي رحب فيها لضيفتنا الكريمة الفنانة ناهدة الحاج. أهلا وسهلا فيك ناهدة. مرسي كتير. أهلا فيك. صباح الخير ناهدة وأهلا وسهلا فيك. مرسي. أهلا فيك ناهدة. أنا بدي أقول لما نحكي أنا وياك شوي على خبرتك، بدك تعرفينا أول شيء عن حالك ونحكي عن خبرتك. نعم. بأفريقيا وهوني، وبدنا نحكي شوي على المعارض اللي عم تعمليها وعلى الصور رح نشوفهم مع المشاهدين نحن وياك ورح تعلقي لنا عليهم. نعم. بس قبل كل شيء عرفينا عن حالك، ناهدة الحاج مين؟ نعم أنا ناهدة الحاج، رسامة تشكيلية، خلقت بفرنسا بعدين سافرنا على أفريقيا، وقت صار عمري 3 أشهر صار معي كونفولسيون وكان وقتها على رأس السنة، فكان البيدياتر تبعي مسافر، كان قصتي يعني بس كان بدهم يعطوني فاليوم، بس هونيك الطب منه متطور مثل بلاد اوروبا او مثل هوني، ف من عشيه هيك اخذوني عند حكيم تبع الجيش، امر انه يعملوا لي ابره بظهري طيار فشو المشكله، هيدي الابره اثرت زياده علي اللي خلتني افقد نظري وصارت ايدي تهز زياده واجري تهز زياده. يعني السبب هو قف ميديكال. نعم بروبليم مضبوط. خطا طبي. وفقدت النظر كمان. كمان. كمان كمان صار عندك كمان هذا الشيء كمان، يعني افقدك القدره على الوقوف يعني كمان من وقت اللي كان عمرك يعني صار عندي صعوبه. ايه؟ بالموتريسيتي. ايه؟ اذا بدك. بس رغم هول كله ناهدة انت حدا قرر انه يواجه الحياه، يضل. نعم. بمسيره نضاليه تيوصل يحقق هالموهبه اللي عنده اياها، اللي هي موهبه رائعه، وهذا مش انا عم بقولها، المشاهدين رح يشوفوه، بس بتقول كيف توصلت تبلشي ترسمي لهيدا؟ كيف اكتشفت هالموهبه؟ وشو خبرتك بين لبنان وافريقيا؟ انت عشتي بافريقيا. نعم. وانصدمت بالمجتمع اللبناني والتمييز اللي عشتي يعني اللي شفتيه هون بلبنان. نعم. واجهتي بمدارس كثير يمكن الاهل الله يخلي لك اياهم تعذبوا انه تقدر تلاقي مدرسه تندمجي فيها قبل. خبريني شو هالخبره هيدي؟ اوكي انا كوني عشت بافريقيا. نعم. ولا مرة بحياتي حسسوني الشعب هونيك أو إن كان أهلي كمان إنه أنا مميزة عن غيرهم، كانوا كتير لطفة لدرجة إنه بأفريقيا كنت أنا أتعلم بمدرسة عادية. لما جينا على لبنان الماما حرام كتير تعذبت تبرم على مدارس. قديش كان عمرك وقت جيت على لبنان؟ وقت جيت على لبنان كان عمري 17 سنة. يعني نعم. كنت باخر سنوات الدراسة يعني هونيك. عايشة بمدرسة مختلطة. نعم. مش مضطرة تكوني بمدرسة خاصة لإلك. نعم. بس وهذا الشيء فعلا بيقويك كتير. ايه نعم. انا يعني ماما كثير تعذبت تلاقي لي مدرسه، تفوتني بالمدرسه الاوردينير بلبنان، بس اول سبب كان انه انا بسبب الموتريسيتي تبعي ما كانوا يقبلوني بالمدارس، وهذا الشيء كان كثير يعني صعب يفوتوني على مدرسه عاديه، اضطريت كون بمدرسه سبيسياليزي، واللي هو انه انا ماني بحاجه لها، بس انه وحتى انه استقبلتني بلبنان مدرسه يعني شوي انغشيت، لانه قالوا لنا انه سيتي بور لي جون انه كي سون كوم موا، بس فت لها جوا فت شفت غير شيء كليا دي روتاردي مونتال يعني. كان بس للاشخاص اللي عندهم ايه المعوقين يعني فكريا او ذهنيا. نعم.
وهذا الشيء سبب لي صدمة كثير كبيرة. يعني دلتني أول سنة بلبنان كثير كنت عم بتعذب بلبنان. بعدين غيرت المدرسة، فتت على غير مدرسة سبيسياليز هي كمان لنفس السبب. هونيك كانوا كثير صادقين معنا وجيتي فريمون كونتونت معهم. يعني هذه المدرسة اسمها ستيب توجذر. كانوا معنا كثير اوقات، كانوا يجوا معنا هون على المنصة وكان لقاءات، بدنا نحييهم فعلا. اكيد تحية كثير كبيرة لهم. وهلا المعرض اللي عم بنظمه هو لتشجيع الفنانين اللبنانية ولتشجيع المؤسسة اللي بتهتم بالاشخاص المعوقين. هيدا الشيء بدي اسالك اياه عن المعرض، بس اقول لك ما هيدا بتعرفي، لانه المؤسسات بلبنان لانه هن متفوقين على كل المؤسسات بالعالم، عرفتي؟ يعني الكريتير تبعهم كثير عالي، نحن ما فينا نطاله، شفتي ليه؟ يعني تعتير هالمؤسسات، يعني مواطنه لبنانيه اضطرت تسافر على افريقيا لانه كريتير المؤسسات ما في دمج، ما في شيء، انا بدي يسمعوني لانه مش مقبول بقى. صحيح، بهالبلد هالامور ما تتطور، صح غيدا؟ يعني اكيد 100%، يعني هذا الشيء هون لما بنشوف انه صبيه عم بتشوف هالقد كان التمييز، يعني بين الفرق الكبير اللي عاشته هونيك مع احتضان المجتمع لها وهون وصولها لهون، ونشوف اكيد كل هال يعني هالغبن اللي عشتيه. انا كثير قديش عمرك هلا؟ هلا عمري 31 سنه. اها، من سنوات طويله. نعم، بس انه من هاي كل هالسنين اللي انا جيت عليها تغيرت حياتي 90 درجه. يعني صرت إنسانة غير اللي كانت من أبي أفريقيا، صار عندي يعني أف إنه شو هالبلد هيدا، إنه وين ما راحت يعني العالم تطلع فيك بطريقة مش يعني كأنه شيء إكسترا تيرست يعني. أو مثلا بتروحي على المولات بحطولك إنه باركينج بوني زون دي كابي، بس يسون فالابل جوست يعني او كور دو لا سيمين بالويك اند. لا ايه، ما حدا بيلتزم بهذا الشيء هون للاسف. ايه، عرفت كيف؟ التروتوارات تبع الانديكابي مثلا ما في شيء مأمن، واذا مأمن بتعدوا عليهم بلبنان. ما هيدا بدي اقول انه نظراتهم لك اليوم بدها تكون، لانه انت اليوم علامه فارقه، وقت رح يشوفوا انت اللي عملتيه. انا اليوم طلع هن رح يصحوا من حالهم يشوفوا انه ما عندك الموهبه اللي عندهم اياها، اكيد نظراتهم رح تتغير. ان شاء الله، ما انا هو اللي بدي اوصل له. صح، انا مشان هيك بدي اسالك على المعرض اول شيء، كيف تجت فكره المعرض؟ ترجع انا وياك نشوف الصور سوا. نعم، تعالي لنا علينا. المعرض قلتي لي عملتيه بسبب الهدف الاوبجيكتيف تبعه هو انه لتدعمي ادعم ليزارتيست لباني لسبب واحد كمان. حلو. انه بافريقيا مثلا او بفرنسا او بحيالة بلد اوروبي بيشجعوا الفن كثير. رائع. يعني الواحد بس يقوله رسام او رسامه انه ايه سي كالكو شوز. يعني هون بلبنان رسام يعني معتر بمعنى يعني ما بتشوفي مثلا، يعني كثير بتحسي في انه بوفرتي كولتوريل. ما بيقدروا هالفنان فعلا. ما بيقدروا. هون عم نشوف اللوحات هون ناهدا، يعني كمان شفنا اول لوحتين وهلا عم نشوف الثالثه، وفي كمان هون كم وحده بس اللي جايين معي. نعم ايه ناهدا، بس فيك تعلقي لنا على عيون، يعني اليوم اول صوره اذا بدنا نشوفها هي صوره مر شربل. ليه مر شربل ناهدا؟ ليه مر شربل؟ لانه مر شربل عنده كثير تاثير بحياتي. من انا وصغيره بس سخنت، ماما نظرتني كل حياتي على مر شربل، والبابا نظرني كمان على مر شربل وعلى مر نهره شافية العيون بضيقتنا. عبد الله رجع لك نظرك يعني؟ نعم. بأي عمر رجع لك نظرك؟ يعني كمان ديزون سي موا. ما كانت فترة طويلة. نعم. نشكر الله. نشكر الله. قصة مر شربل أنا رسمته لأنه هونيك ليلة كنت عم صلي له وحلمت إنه مر شربل إجا علي، وكان الحلم كأنه حقيقة، يعني ما فيني أوصفه هذا الحلم. افترضي أنا كنت شفت حالي نايمة بتختي، وفوق باب اوضتي كانه شي راهب عم بيجي لعندي عم بيقول لي تعي لعندي، انه ما فيني اوصف هذا الحلم قد ما كان حلو. وكثير بس وعيت قلت انا خلص انه هيدي علمي من مر شربل، انا بدي انه لو شو ما كان انا عنده بده يعطيني مساج انه انا يمكن ما بدي انا صح فيزيكمون، بس انه
بدو ياني انه اتشجع، بدو ياني دني بايماني، بدو ياني انه دني كامل بمسيرتي الفنيه. نعم والنضاليه، لانه انت يا ناهدة بدك تغيري كثير ذهنيات هون بلبنان ان شاء الله. انا بقول حضورك هون منه صدفه ناهدة، عندك رساله منه صدفه. مظبوط، تعملي هاللمسه مثل ما بتلبسي ترسمي وبتتركي لمسة بالذهن اللبناني، اللبنانية كمان بتتركي لهم لمسة تيبلشوا يغيروا ذهنيتهم. مظبوط. بدي انتقل معك للتاني صورة للسيران دمار، قلتي لي عندك كمان وحدة؟ نعم. ايه سيران دمار هيدي أنا جبتها تقول إنه هيدي كانت من أول لوحات كنت أنا عم برسمهم. يعني قد ما بحب البانتشور قد ما فاكر لك وقديه طلع شغلي بكل تواضع يعني. فعلا. فعلا. أنا بكل صراحة مش لأنه أنا كتير بحب اللوحات اللي أنا بعملهم. طيب وهذا أهم شيء بالرسم. أكيد واحد يكون هو حبيبهم هالقد. نعم. تالت رسمة والرابعة. تالت رسمة هي كناية على باب بيت إذا بدك، وفي جردان بقلبه. أنا هيدا التابلو بعتبره سيلو باغادي. أها. يعني مثلا قد ما في جردان حلو بقلبه بس تفوت على هيك محل تنسى الدنيا كلها. وهذا مسميته بيت الفن اذا بدك. والرابعه؟ الرابعه هي مدام لبسه ترانش كوت. كمان هيك حبيت انه غير شوي عن ستيلات الناتور وال بس انه هيك سي اون امي اموا عملتها ما ميور امي. اذا بدي ما عندي حدا احكي معه بحكي معه. ناهدة بشكل كتير سريع، المعرض وين وامتين رح يكون؟ نعم، المعرض رح يكون باوتيل كونتري لودج ببصاليم. ب 10 11 12 نوفمبر من الساعة 5 للساعة 10 ونص بالليل. وصار عندي 35 رسام، سبعة منهم عندهم احتياجات خاصة. برافو. وناطرينكم، ناطرين الجميع تيجوا تيجوا يشجعوا الفنانين، تيجوا يقدروا الفن شوي. بدنا نبلش شوي، بدي بلش اذا بدكم ازرع شوي الفن بدم العالم. فعلا والايمان انه في حيلا شخص ممكن فعلا يقدر يدخل على حيلا مجتمع. فعلا لازم نغير الدم، نعمل لهم دم ملون، بركي بيصيروا يحبوا شوي الفن. حلو كثير هالدمون ملون، اللبنانية كثير بحاجة لهالدمون، لأنه شعب مميز ومتفوق على كل الشعوب، عرفت؟ مشان هيك ما بيقدروا يتقبلوا الوضع. نعم. ناهدة أنا بدي أحييكي، بدي أحيي شجاعتك وبدي أقول لك كوراج لإلك. ميرسي كثير. وبدي أشكر هالماما الطيبة اللي هي موجودة معنا بالاستديو، وبدي أحييها لحضورها. ميرسي. وبدي أعرف إنه هي 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 حدك دائما رفيقة الدرب. أكيد أنا لو من أهلي ما كنت وصلت لأنا. مشان هيك بدي أحييهم من كل قلبي، وبدي أقول بالوقت الدولي والمؤسسات غايبة الأهل هن الحضن الاول. الحضن الاول صحيح. أهم. صحيح. بدي احييهم. ميرسي غيدا لك وناهدة، دويتي لنا شاشتنا ويعطيكي الف عافيه. وبعد رح تتركي اثر كثير كبير. كوراج ان شاء الله. ومدعي اوعى تتراجعي دائما الطريق لقدام ان شاء الله. شكرا كثير لك ناهدة، وكل التوفيق ان شاء الله بالمعرض. واهلا وسهلا فيك اكيد. ميرسي كثير. وشكرا اكيد على هالفن وهاللمسه الرائعه والكمان المتفائله لكل الناس. غسان نحن بنرجع بنلتقى فيك الاسبوع الجاي ان شاء الله. راح نتابع بعد لحظات محطاتنا مع ضيوفنا، خليكم معنا. We'll be right back.